السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع ممكن كلنا نكون عارفينه، لكن في شوية حاجات محتاجين قوي ان احنا ننوي عنها او نهتم بيها. موضوع حلقتنا النهاردة عن مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وأثرها على المجتمع. هنبدأ الموضوع بأننا نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي. حضراتكم دلوقتي واحنا بنتكلم هناك آخر ماسك الموبايل أو الهاتف الذكي زي ما بنقول، وبيتكلم أو بيكتب أو بيبعت رسالة أو بيبعت بوست. في الناحية التانية حد تاني فاتح الواتس بيشوف الرسائل المبعوتة. عارفين الوقت اللي بنقضيه في الموضوع ده قد ايه؟ طب انتوا عارفين اعداد الناس حوالين العالم، السكان الكرة الارضية دي كلها، قد ايه اللي بيتم تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ حوالي بالظبط 4.14 مليار نسمة. نعم ايوه، يعني تخيلوا ان هذه الاعداد الكبيرة بتكون نشطة على الكرة الارضية. طيب كمان هتخيلوا ان الناس او الاشخاص اللي بتقعد على الانترنت قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي نسبتهم 89% عن مجمل الموجودين على شبكة العنكبوتية. ايه ده، معقولة؟ طب المشكلة بقى الاكبر ان بعد الكورونا كلنا تقريبا طول الوقت قاعدين ماسكين الموبايلات، قاعدين في البيوت، او على الاقل بنحاول نلتزم بعض الشيء ان احنا ما نتحركش في خروج او فالكل بيكون مهربه او الملجأ ليه هو مواقع التواصل الاجتماعي. عارفين زادت بنسبة كم؟ 12%. 12% زيادة من السكان، ايوه، حوالين العالم 12%. كل هذه الاعداد من الاشخاص وكل هؤلاء الذين يتجمعون على منصات التواصل الاجتماعي اكيد لها اثر، ممكن يكون اثر ايجابي وممكن جدا جدا يكون اثر سلبي. طب الاثار السلبيه تعالوا نبدا واحده واحده. قبل ما ندخل في الاثار السلبيه، ايه الهدف من اننا او غايتنا ايه من تواجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ واحد يقول لي والله انا هدفي ديني، انا طول الوقت قاعد بنزل فيديوهات افكر الناس بربنا اللي نسيوه. واحد تاني يقول لي لا، ده انا طول الوقت بحاول ان انا انزل للناس حاجات ترفع عنهم، فيديوهات اغاني، فيديوهات فيها نكت، الناس اكتئبت محتاجين نرفع عن نفسنا. واحد تاني يقول لي لا، انا في مجال العلم، احنا عندنا جروب كبير ومهم جدا بيتكلم عن الابحاث العلميه، احنا بنتم تواصلنا علميا عن طريق السوشيال ميديا. مش بس كده، لا ده احنا الطلبة بتاعتنا كمان بنتواصل معها عن طريق الفيس، والابحاث كمان الاوراق العلمية بننزلها. وحب قوي واحد فيهم يقول لي احب جدا اني اعرف رد فعل الناس لما يشوفوا فكرة علمية جديدة. حضرتك بتستفيد؟ طبعا بيأثر على تفكيرنا في اتجاه تجاه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بس في جانب تاني وحش بقى. ايه هو الجانب التاني؟ ان ممكن الفكرة تتسرق وممكن البحث كمان يتسرق. جوانب سلبية تانية. هدفنا ايه من الموضوع السوشيال ميديا؟ ايه غاياتنا تانية؟ في غايات سياسية مهمة جدا. غاية سياسية، لما معظم الدول انتبهت ان السوشيال ميديا اصبحت بتأثر جدا على المجتمعات، فبدأت تتوجه لتعديل افكار او انها تحاول تواجه بافكار معينة اللي ممكن بيتم هجومها من خلال المواطنين او تعديل الرأي العام. كل دي بنقول عليها ايه؟ غايتنا من ان احنا نقعد على السوشيال ميديا. في غايات تانية ممكن تكون غايات ترفيهية، زي ما قلنا ممكن شعراء يكتبوا قصائد وينزلوها على السوشيال ميديا، ونعرف شعراء منهم كتير بهذا الوضع. اذا معنى كده ايه؟ ان احنا لينا غايات في الوقت اللي احنا بنعيشه دلوقتي من السوشيال ميديا، لكن في ايضا مخاطر كبيرة جدا للسوشيال ميديا. فاصل ونرجع تاني. عدنا إليكم لنكمل حديثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع. عايزة أخد جزئية مهمة جدا، وهي مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن الفكري. إيه المصطلح ده؟ الأمن الفكري، أيوة،
الأمن الفكري مقصود بيه إيه؟ مقصود بيه كل ما يساعد الإنسان على إنه يكون على درجة من الفكر الصحيح والمعتقد الصحيح، ويكون بعيد تماما عن الأفكار المتطرفة أو الأفكار اللي ممكن الكارثية اللي ممكن تأثر على الإنسان بشكل سلبي. الأمن الفكري أساسي ومهم جدا للأمن القومي لأي مجتمع ولأي دولة. إذا وصلنا لدرجة من الأمن الفكري وحافظنا على الأمن الفكري وحصنا شبابنا وحصنا أفكارهم، أعتقد إن إحنا هنكون في مأمن. لكن المشكلة إن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تانية كتير لها دور ودور كبير في إنها تخترق هذا الأمن الفكري. مش بس كده، لا، دي تأثر على الثقافات وممكن تنتزع الهوية، وممكن يعيش شبابنا في حالة من الاغتراب. نعم، أيوة، يعني ممكن الشاب يكون في بلده في مصر أو في أي بلد أخرى، وفي نفس الوقت فكره وتركيبة ذهنيته وأفكاره في حتة تانية خالص. هنلاقي شباب ممكن تحولوا في فترة زمنية معينة، خصوصا خلال 10 سنين اللي فاتوا، تحولوا إلى ممكن يكون فكر تطرفي، أو على الوجه الآخر ممكن يكون حصل لدرجة من الخروج عن الأديان أو نقول الحاد. بيحصل؟ بيحصل. كل ده نتيجة مجموعة من الأفكار اللي بتدور في دوائر معينة بتوصل أو بيستهدف بها مجموعة من الشباب، وبالتالي بيبتدي التأثير على أفكارهم والتأثير على اتجاهاتهم وثقافتهم. احنا ما نقدرش ننكر ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور مهم ودور ايجابي في انها توصل ثقافات كتيرة ومتعددة وحضارات مختلفة، لكن ايضا هناك فكرة بنقول عليها، أنا دايما أقول عليها، إن هناك دائما مؤامرة. قد يختفق معي أو يختلف معي الكثير، لكن الشواهد كلها بتقول كده. تعالوا نشوف كده أمريكا. أمريكا في فترة الانتخابات، فترة ترامب الأولانية، كان هناك تأثير كبير على عقول الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت في المرحلة الأخرى في الفترة اللي احنا فيها ديت في الانتخابات الأمريكية التانية، كان هناك أيضا محاولة لإبعاد ترامب عن كل مواقع التواصل الاجتماعي. ده ليه؟ ده لأن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على ذهنية وعقل الجمهور، وممكن جدا توجه اتجاهاتهم، وممكن جدا أنها تكون حاشدة، وممكن تكون لها دور كبير في تغيير مجريات الأمور. معنى كده ان امريكا اصبح لها دور اخر، بين قوسين كده بتقول عليه القوة او حرب القوة الناعمة. يعني ايه؟ كنا زمان بنقول القوة الناعمة اللي بيقصد بيه ثقافة، واو، في الوضع هنا مختلف. حرب القوة الناعمة اللي اشتغلت عليها امريكا هي الحرب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف كده، هناك أحد الرجال اللي اشتغلوا في يعني الأمن القومي الأمريكي اسمه إدوارد سنودن. إدوارد قبل ما يفرر إلى روسيا فضح الموضوع ده، فقال إيه؟ قال إن هناك علاقة وثيقة بين مواقع التواصل الاجتماعي وما بين الحروب الناعمة اللي بتقودها أمريكا من خلال علاقات شركات قطاع التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات وبين جهات الاستخبارات، وأيضا خاص بكده جهاز الأمن القومي. هتلاقي برضو إن الموضوع مش واقف عند كده وبس، لا، تعالوا كده نرجع بالتاريخ شوية. هنلاقي ان في كتاب لأحد منفذي او اللي هم مسؤولين عن المدير التنفيذي لجوجل، إريك، في كتابه اسمه العصر الرقمي الجديد، اتكلم وقال ان تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تمثل فرصة رائعة لاختراق الثقافات الخاصة بالشباب، وده بيبشر باقتراب أو اقتراب مهم من عصر جديد في العولمة. طيب هنلاقي كمان غارد كوهين مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية. تخيلوا بيقول إيه؟ طبعا احنا عارفين إن هذا الرجل كوندليزا رايس بدأت أخدته من موقعه وعينته كرئيس قسم لجوجل للأفكار. وقال بقى، بصوا قال إيه؟ في سنة 2007، الحتة الجزئية دي عايزاكوا تسمعوها قوي. 2007 ألقى محاضرة في معهد الشرق في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وقال إيه؟
قال أن الشباب في الشرق الأوسط أصبح ناضجا بالشكل الكافي أنه يتقبل التأثيرات الخارجية عبر بوابات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. معنى كده أننا موقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع لها دور كبير ومؤثر في العالم العربي. تعالوا نشوف كده جوليان هذا الرجل نقول عليه مسرب الوثائق اللي هي ويكليكس. الموقع ويكليكس طبعا كان ليه دور كبير جدا في الفترات السابقة في تسريب كثير جدا عن أمريكا والبيت الأبيض. فبيقول إيه؟ بيقول إن مواقع التواصل الاجتماعي هي أضخم عملية استخباراتية على وجه الأرض، ومر بها ويعني لم يشوفها لم يراها التاريخ إلا هذه الفترة. بيقول كمان جزء مهم جدا، إن مواقع التواصل الاجتماعي مخترقة. يعني إيه؟ يعني هناك دور كبير لهذه المواقع في التأثير الأمريكي عليها. طب عايزين نطلع فاصل نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. إليكم لنكمل حديثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي. اتكلمنا عن الأثر لمواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي ودور أمريكا والاستخبارات العالمية في التأثير ومحاولة انتهاك خصوصيات المجتمع العالمي للسيطرة على العالم. طب معنى كده إيه؟ معنى كده إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لآلة إعلامية كبيرة وخطيرة جدا، من خلال ان ممكن اي حد ممكن ينشر اي خبر، وبالتالي هناك من يراقب هذه الادوات اللي انت بتقدمها والمعلومات اللي بتقدمها بمنتهى البساطة. يعني مثلا هناك من يقدم معلومات مخطوءة خطأ تماما وعارية تماما من الصحة، واخر من يقدم معلومات بتحمل مصادرها، واخر يقدم معلومات ملهاش اي اساس من الصحة ولا ليها اي مصادر. الغريب ان هذه الآلة الإعلامية اصبح الجميع ينتبه لها، واصبح الجميع يأخذ معلوماته ويأخذ افكاره من خلالها. المشكلة بقت قدام الإعلام الحقيقي. آلة الإعلام الحقيقي عليها مهمة كبيرة جدا، وأيضا عليها مهمة خطيرة إنها تقدر تفلتر كل هذا العبث اللي بيحصل، وتقدر توصل بالحقيقة للمواطن المصري أو المواطن على مستوى العالم. طيب ده كده الصورة العامة
من بعد على شكل المجتمعات أو تأثير السوشيال ميديا على المجتمعات بشكل عام، سواء كان سياسي سواء كان فكري، لكن على الفرد الإنسان في تأثير لمواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم هناك تأثير، ممكن يكون تأثير إيجابي وهناك أيضا تأثير سلبي، وزي ما هقول تأثير سلبي ممكن يكون أكتر. التأثير الإيجابي، ونبدأ بالإيجابي، إن ممكن هناك تواصل اجتماعي ما بين الأشخاص مثلا على فترات زمنية كانوا بعاد لفترات طويلة، فبدأوا يتقربوا من بعض وبدأوا يحصل فيه نوع من التواصل. لكن على الجانب الآخر التواصل ده ممكن يبقى تواصل رقمي فقط، بدون احتكاك، بدون تعامل، حتى الأسر حتى الأفراد مجرد رسالة في العيد كل سنة وانتم طيبين شكرا، لقاءات اجتماعات احتكاك تعامل فيس تو فيس أصبح مش موجود، وده بيأثر على العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة، والأسرة اللي هي الهدف الأساسي والمنشود من كل الكلام ده. على مستوى الأسرة هنلاقي إن لو حضرتك حضرت اجتماع قاعدين مع بعض ولقاء مجموعة الأسرة في أي وقت، هتلاقي إن كل واحد من الصغير للكبير كل واحد ماسك الموبايل بتاعه، كل واحد فيهم في حاله في موقعه على صفحته، بعاد تماما، أصبحنا نجتمع بأجسادنا بعاد بأرواحنا وبأفكارنا. طب أفكارنا فين؟ أفكارنا في حتة تانية خالص، أفكارنا في الفضاء الأزرق، في هذا الفضاء الأزرق. تاني نقول إن مواقع التواصل الاجتماعي لها آثار على الصحة النفسية. الصحة النفسية، منظمة الصحة العالمية بتقول إن الصحة النفسية دي هي اللي بتدي الإنسان القدرة على إنه ينتج، وهي اللي بتخلي الإنسان عنده قدرة على حب الحياة وإن هو يتفاعل مع الآخرين ويتعامل معهم بشكل جيد. لكن لما نقعد لفترات طويلة على مواقع لما نقعد لفترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي بيحصل خلل في الصحة النفسية. واحد هناك يقول لي على فكرة الموضوع ده كان قديم، مفيش الكلام ده. يعني ايه؟ يعني الأبحاث اللي تقدمت على ان الجلوس لفترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت حلت محلها أبحاث تانية خالص، بتقول على فكرة المشكلة مش انك تقعد بقى على مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تقعد بتفرج على التي في مثلا نفس الساعات اللي بتقعدها على موقع التواصل وما بيحصلش تأثير ولا حاجة. امال ايه المشكلة؟ المشكلة في كيفية. يعني ايه؟ كيفية وجودك على موقع التواصل الاجتماعي، هل هو وجودك فيه وجود إيجابي ولا وجود يأثر عليك بالسلب؟ تعال نشوف كده الطلبة اللي بيتعرضوا لحالات من التنمر نتيجة التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، وبرضو الشباب المراهق اللي قعد لفترات على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يجيد استخدام السوشيال ميديا، نسبة منهم ممكن تكون تعرضت لتنمر بشكل قاسي، ممكن وصلتهم لحالات انتحار. مش بس كده، الأسرة المصرية العلاقات الزوجية كان مواقع التواصل الاجتماعي كان ليها سبب وتأثير في ارتفاع نسب الطلاق. متخيلين؟ يعني ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري كان سبب السوشيال ميديا. أيوة، لأن في نسبة كبيرة بتحاول تهرب من حياتها، بتحاول تهرب من مشاكلها، فبتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا ما بنحلش المشكلة، بالعكس احنا بنزيدها تأزيم وبنزيدها صعوبة، لاننا بنبعد تماما عن حل المشكلات وبنحاول نهرب منها. طيب معنى كده عايزة تقولنا ايه؟ عايزة اقول ان كل شيء يعني ليه ايجابياته وليه سلبياته. مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، اذا لم نجيد استخدامه فنحن في مشكلة كبيرة. اولا مش كل معلومة تخص بلدنا، تخص اقتصادنا، تخص جهتنا ان احنا نكتبها بشكل كده عشوائي. الاخبار اللي موثوق فيها فعلا واللي تصدرتها الجرائد الحكومية والنشرات الاخبارية ممكن حضرتك تنزلها لانها خلاص اوريدي منتشرة على الجميع. لكن مش واحد يجي يتخيل نفسه ان هو ذكي وعنده خبر ما حصلش ومحدش قاله وانا جيت قلته على مواقع التواصل. هنقول تاني الحل بسرعة قبل ما الوقت يسرعنا. نمرة واحد، نحدد الوقت اللي مطلوبين فيه ان احنا نقعد على موقع التواصل، اعرف قد ايه، حدده تمام، اعرف هدفي من وجودي على هذه المنصات. طبعا لان الوقت بيسرعنا، فاشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة في برنامجكم مساء الخير يا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.